بصراحة كنا نتوقع أن يكون هناك دعوة لدائرة العلاقات الخارجية في الشمال وشرق سوريا، كون الإدارة الذاتية في الشمال وشرق سوريا وقواتها العسكرية قوات سوريا الديمقراطية هي التي حاربت على أرض الواقع، وهي التي دحرت داعش منذ أكثر من 3 سنوات بالشراكة مع التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. فبما أننا كنا حاربنا معا على الأرض وهزمنا داعش عسكريا، فمن المفروض الاجتماعات الأخرى التي تحدث بشأن إزالة آثار التي تركها داعش على أرض الواقع وكذلك لتنمية المنطقة ودعمها، أن يكون الطرف الذي حارب على الأرض وبقوة أن يكون مشاركا في الجلسات السياسية أيضا، لأن نتائج هذا الاجتماع وما سيتمخض عنه لابد أن يتم تنفيذه على الأرض في مناطق شمال وشرق سوريا، والمنطقة التي مرت بحرب كبيرة ضد داعش وتم تدمير البنية التحتية فيها وتم تهجير وقتل ونزوح الآلاف من السكان، لابد من هناك من دعم في المجال الاقتصادي والمجال الإنساني إلى حين أن تتم إعادة البنية التحتية، وذلك أيضا يتطلب جهود دولية ودعم دولي. نطالب مرة تلو المرة بأن يكون هناك محكمة دولية أو بطابع دولي في مناطق شمال وشرق سوريا لمحاكمة هؤلاء، لأن هؤلاء ارتكبوا الجرائم على هذه الأرض، ولا بد ومن حق سكان هذه المنطقة أن يروا الجنات والإرهابيين الذين اقترفوا بحقهم الجرائم يلاقوا العدالة على هذه الأرض، وكذلك لتواجد نسبة كبيرة من الشهود الذين سيدون بشهاداتهم مثل هذه المحاكم قد لا يستطيعون الوصول إلى المحاكم إن عقدت في أماكن أخرى.